الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. آمين. واجعل تفرقنا سالما موفقا من الشر معصوما. آمين. اللهم يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مقوما. آمين. اللهم يا رب استرنا فوق الأرض. آمين. اللهم يا رب استرنا تحت الأرض. آمين. اللهم يا رب استرنا يوم العرض. آمين. اللهم يا رب بارك لنا في شيخنا. آمين. اللهم يا رب أفني أسماءنا في اسمه. آمين. ورسومنا في رسمه. آمين. وذواتنا في ذاته. آمين. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فاستمرارا في دروس الزكاة، وبعدما تحدثنا عن الزكاة ومفهومها وشرعيتها في ديننا الحنيف، وبعدما تحدثنا عن النصاب وعن الحول وما معناه، وبعدما بينا زكاة النعم، اليوم إن شاء الله سنتحدث عن زكاة الحرث. وزكاة الحرث دليلها من القرآن، قوله سبحانه وتعالى: وآتوه حقه يوم حصاده، وقوله سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فزكاة الحرث، يعني بدون أن نطيل، ما معنى الحرث وما يدخل فيه وما يدخل في القمح من سلت وشعير وبشنة وذرة وغيرها، وما يدخل في ذوات الزيوت، بدون يعني شرح، نبين فقط المقدار، لأن فيها في أنواع الحرث اختلاف بين الفقهاء. ونحن مبتغانا في هذه الدروس ليس هو تبيين الخلاف، وإنما إظهار نقط الاتفاق بين الفقهاء. فنتكلم عن زكاة الحرث في مقدارها، وكل يعلم ما لديه من زكاة. فزكاة الحرث نصاب، يعني مقدارها هو العشر، أي 1/10 فيما سقته السماء والأمطار ولم يكن فيه تعب ولا تكلف، يعني الإنسان يسقيه بدون مشقة. فإذا سقى الأرض بدون مشقة تكون الزكاة من الحرث العشر، أي يأخذ 19 ويعطي عشرا لله. أما إذا كان السقي بمشقة وبتعب وبآلة، فيكون يعني مقدار الزكاة نصف العشر، نصف العشر، ويكون الباقي له. والنصاب فيما يكون الزكاة، قلنا النصاب هو المقدار الذي إذا وصله الشخص هناك تجب عليه الزكاة، أما إذا كان تحت ذلك المقدار فلا تجب عليه الزكاة. فالزكاة، فالنصاب في زكاة الحرث هو 5 أوسق عند الفقهاء. 5 أوسق، والوسق هو 60 صاع، والصاع هو حفنة بيد رجل متوسط القامة، يعني بالمكيال المعاصر الحديث يكون النصاب هو 518 كيلوغرام و400 غرام، يعني فيما اتفق عليه الجمهور، فهذا هو النصاب. فإذا بلغت يعني الغلة هذا، يعني ما فوق النصف طن، أي فوق 5 قناطر، فيجب عليه الزكاة. والزكاة، فهذا فيما يخص زكاة الحرث من حيث الظاهر. فإذا هي تجب، مقدارها هو العشر فيما لم يكن فيه مشقة، ونصف العشر إذا سقيته بآلة وكان فيه مشقة وتعب، ونصابها هو 5 أوسق، والوسق هو 60 صاع، والصاع هو 4 حفنات بيد رجل معتدل، أي أن النصاب قلنا هو 518 كيلوغرام و400 غرام.
فهذا من حيث يعني الزكاة الحرث من حيث ظاهرها. أما من حيث الباطن فقلنا الزكاة تجب في من أتم معرفة الأسماء الإلهية ودرسها من حيث تجلياتها في كل المقامات، فهذه الزكاة لا تجب إلا إذا تحقق الأوان، لأن الأشياء مرهونة مع الأوقات، وكما قال فقهاء الظاهر الحكم يدور مع العلة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا ثبتت العلة ثبت الحكم. فكذلك العارف يزكي من الأسرار بمقدار ما ينفع أهل الزمان، فلا يزكي بأكثر مما يعني يفتن أهل الزمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله أحد الصحابة فقال أأحدث بكل ما أسمعه عنك؟ فقال فيما لا يفتن الناس، أو قال في يعني في حديث آخر ويعني جاء في الأثر حدث الناس على قدر عقولهم، حدث الناس على قدر عقولهم. فكذلك العارف يزكي من حرثه مما بلغ نصابه، أي يعني مما تمكن فيه، لقوله عز وجل وآتوه حقه يوم حصاده، يعني إذا بلغت ثماره وأسراره مبلغ الجني ومبلغ القطف، فعند ذلك يعطي لعباد الله ما يصلح لهم بمقدار ذلك الوقت، يعني في وقت العنب يعطى العنب، وفي وقت التفاح يعطى التفاح، لكل شيء وقت. فكذلك العارف بالله يعطي لكل وقت حقه ولكل زمان حقه، ومن أراد كما جاء في الحكم العطائية ما ترك من الجهل شيء، من أراد أن يحدث في الوقت غير ما هو فيه. فالإنسان يجب أن يلتزم مع الوقت، لذلك سمي القطب قطبا، فهو يتغير مع الأسماء ويدور بدورانها ويعطي لكل اسم حقه ولكل وقت حقه ولكل مقام حقه، وهو ثابت في مكانه لا يتغير. فهذا يعني هي السمة المميزة لقطب الزمان، فلكل مقام علم ولكل زمان علم. فلذلك لما تحدث الناس عن العلوم بدعوا البعض ونفوا بعض العلوم، قالوا لأن الصحابة أو التابعين لم يتحدثوا عنها ولم يكلمون عنها، فالصحابة رضي الله عنهم والتابعين اشتغلوا بما يصلح لذلك الزمان، أي للقرن الأول والقرن الثاني، وعلماء القرن الثالث اشتغلوا بما يصلح لزمانهم، هكذا إلى القرن الخامس عشر فنشتغل بما يصلح لزماننا، وكلما أحدث الناس ظهرت علوم جديدة. ففي عهد الصحابة لم يكن هناك بنك ولا بورصة ولا أسهم، لذلك كلما أحدث الناس شيئا اجتهد الفقهاء في الفقه وظهرت علوم جديدة. فلكل علم زمان ولكل زمان علم ولكل مقام علم، فلذلك ينبغي على العارف أن يعطي كل ذي حق حقه، فلا يحدث بأكثر مما يستحق المقام، ولا يفشي أكثر مما يجب أن يفشى، لقول الله عز وجل ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض. فيعطي لكل ذي حق ولكن ينزل بقدر، فكذلك العارف ينزل من الأسرار والعلوم بقدر ما يحتاجه العباد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا مما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.